احنا دلوقتي هنعمل مقارنة ما بين العدسات الأصلية بتاعة الفانتازيا والعدسات اللي هي الزينون الجديدة، ونشوف الأرقام بتاعتها علشان لما نغيرها تعرفوا الفرق عامل ازاي. دي العدسة الأصلية، هي لسه راكبة في الفانوس، الوش بتاع الفانوس حالته يعني مش 100% كويس، فاحنا مثلا هنسيب له مثلا بتاع 100 لاكس ولا حاجة. هنجرب كده نشوف الأرقام. ده على وضع الماكس اهو، تمام. ٧٩٩. خلينا بقى نشوف العدسة التانية. ما شاء الله، دي العدسة التانية. يعني صاحب الفانوس هو اللي ماسك العدسة، وأول ما شافها قال لي ما شاء الله، تمام؟ صح؟ صح، حصل؟ ما شاء الله، فرق كبير طبعا. تمام، دلوقتي احنا دي العدسة اهي بنفس اللمبات الزينون بتاعة الفانوس بنفس الأجهزة الأصلية. يعني أنت كل اللي بيحصل إن احنا بنغير العدسة بس، والفكرة كمان إن العدسة دي واطي وعالي، فيها موتور من جوه أهو. العدسة الأصلية كانت واطي، دي هتنور واطي وعالي غير العالي الأصلي بتاعك كمان. نروح بقى نقيس الرقم ونشوف. التانية كانت جايبة 179 أو 177 لكس. خلينا بقى نشوف دي هتجيب كام. نفس المسافة على فكرة، ما غيرناش حاجة في المسافة. دي باللمبات الأصلية وبالأجهزة الأصلية. ٥٥٨ من 177 او 179 لكس ل 509، قول 560 لكس، فرق 4 أضعاف تقريبا. العدسة الجديدة بعد ما ركبت، ودي لسه العدسة القديمة لسه ما غيرناش حاجة، وده النور. دي العدسة القديمة ودي العدسة الجديدة. دي العدسة الجديدة ودي القديمة. قلب عليه كده. احنا لسه ما وصلناش العالي ولا عملنا حاجة في العدسة اليمين، بس ده كده العدسة الجديدة على الشمال بيتقلب عليه كمان. تمام. دلوقتي بعد ما ركبنا العدسات في الفوانيس خلاص وكله تمام في العربية، هنبدأ بقى نشوف كده النور فرق قد إيه. ده أولا شكل النور أهو، الكات اوف بتاع العدسه. احنا لما جربناها اول مره كان على الباور سبلاي، ده طبعا الامبير بتاعه بيبقى مش زي الامبير بتاع العربيه خالص يعني. ما شاء الله دلوقتي احنا بقينا 805 لكس. لو تفتكروا كان الاول كان حوالي 180 حاجه زي كده. دي النتيجة دلوقتي. قلب. تمام.